والله الدنيا شكلها حلو عندك يا قوس، الدنيا شكلها كويسة. أول حاجة واضح عندي إنه في تطور مادي، أو يمكن تكون فلوس جاية، يعني مش لازم تكون الحالة المادية هتعلى، بس إن شاء الله في فلوس جاية وفي حالة كده رخاء إن شاء الله. شايفاك بتقود عربة ومتجه بسرعة، أنت اللي مسيطر على الأمور دلوقتي يا قوس، وأنت طبعك مندفع شوية وراكب عربة كمان، يعني انت ماشي فول سبيد، فبالراحة شوية، هي الدنيا شكلها كويس، ما تقلقش من حاجة، كل حاجة حلوة، بس خد وقتك شوية، ما فيش حد بيجري وراك. عندك عجلة حظ، الدنيا ان شاء الله بتتسهل، يعني الحاجات الوقت ان شاء الله بتتسهل، لكن في هنا شوية خوف، انت خايف من حاجة معينة، خايف من تغيير في شغلك، واضح انه هيحصل، في حاجة هتتغير، الكلام بيتعاد، اخرجي ودخلي تاني يا ريم. في تغيير هيحصل في شغلك فعلا، شكلك هتروح شغل تاني، او هيتغير مكانك جوه الشغل بتاعك، في حاجة عندك هتتغير. في موت لشيء وولادة شيء جديد، يعني افتكر ده التغير اللي بيحصل في العمل عندك يا قوس، ولا ايه؟ الدنيا عندك متشقلبة، في عملية تحول بتحصل عندك. معاها بعدها تطور مادي تاني، يعني تطور عندك مادي مرتين، هنا وهنا مرتين. الناس اللي حصل بينهم انت هتبوظ الراوتر، اللي حصل بينهم انفصال، شكل فيه رجوع لحبيب قديم، او ممكن يكون رجوع لصديق قديم او معرفة قديمة، مش لازم يكون صديق، بس المهم في حد بيرجع وبيقدم لك شيء حلو، حاجة هتفرحك وهتبسطك. في ارتباط هنا، بس مش ارتباط جديد، يعني الناس اللي في علاقة حاسين ان هما مرتبطين بشريكهم قوي دلوقتي، وان هما ماشيين مع بعض في خط واحد. عندنا كمان King of Swords، اهو بيقولك انت شخص ذكي يا قوس ومحبوب، وعندك كمان بتدي نصايح كويسة، والمنطق عندك كويس، يعني منطقك في التفكير كويس جدا. اللي مش بيشتغل فهو خايف من خطوة هياخدها، حاسس انها هتغير حياته، وخايف ان هو ياخدها، زي ما انتوا شايفين كده متكتف ومش عارف يروح فين، حاسس ان هو مش شايف قدامه، مش عارف الخطوه اللي بعدها ايه، فعنده شويه قلق. يبقى الكارت ده بيبقى معناه انه برضو هتتعلم حاجه جديده، لو انت ما بتشتغلش فانت ممكن تتعلم حاجه جديده. والتحول اللي عندك ده لو مش حاجه في الشغل فهو تحول شيء في حياتك، في موت لشيء وولاده شيء جديد. الناس اللي مرتبطين علاقتهم كويسة، الناس اللي حصل بينهم انفصال ان شاء الله في رجوع، الناس السنجل مفيش حاجة جديدة. اوكي، هلخص القراية بسرعة. تطور مادي كويس، في عجلة حظ بتدور، الحاجات الواقفة ومتعطلة هتبتدي تمشي وتتسهل، في عندك عربة، انت راكب عربة وماشي بسرعة، وانت القائد، انت اللي بتحرك، مفيش حد بيحركك، لا انت صاحب قرارك وانت اللي بتتحرك. خوف من تغيير، بس هيحصل، خفت او ما خفتش، بس شكل في تغيير جاي، في حاجه جديده هتتعلمها، معاها تطور مادي جديد هيحصل غير الاولاني، وفي رجوع لحبيب قديم او شخص عزيز عليك قديم، وفي ارتباط قوي نحو الشريك للناس المرتبطين. The lovers كمان اللي هو بتاع الاثنين المرتبطين دول بيوحي كمان بالاختيار، ان هم اتنين في حاجة انت بتختار بينها، ما اعتقدش ان هما شريكين، مش واصل لي الموضوع ده ان هما شريكين، بس لا انت واقع في اختيار. قوس انا بس اللي بيخوفني منك التسرع بتاعك، حاول ان انت ايه تاخد وقتك شوية في التفكير، بلاش التسرع ده، بس الدنيا عندك الحمد لله الشهر ده شكلها ما شاء الله حلوة قوي قوي قوي. اوكي الجدي، طيب الجدي بيطلب كتير يا جماعة، حلوة قوي، يسعد مساكي يا هند. 21 ديسمبر ايه؟
ده أول يوم في الجدي حبيبتي بإذن الله يا دعاء. في حاجة حلوة، في تغير إن شاء الله، بس في تغير كويس يعني، تغير حلو إن شاء الله اللي جاي. والإنترنت رجع الحمد لله، بس أنا خايفة أرجع على الإنترنت بتاع البيت يرجع يفصل تاني، فخليني على الباقة وخلاص. شوف لايف منورة، منوراني يا لحن الحياة، أهلا بيكي، مسرعة أوي فعلا ولساني بيسبقني لما حد يعصبني. والله يا بنتي مش لوحدك يا ريم، يعني كلنا لحن الحياة وأي حد جديد منورين اللايف. لو عجبك بليز اعملي مشاركة، يعني دوسي إعجاب للصفحة ومتابعة علشان تشوفي الفيديوهات الجديدة. أنا كل يومين بطلع لايف. تعالوا نشوف بقى الحالة العاطفية أخبارها إيه. ولا عافية ليه؟ يعني إيه يا صافي؟ جيت أقول إنك يا حبيبتي يا مروة، ده أنتي القمرين، إزيك يا روحي؟ لا أوعي تكوني جاية تقولي كده وتمشي يعني، لا خليكي قاعدة معانا. مساء الفل يا حكاية عشا. أوكي. تمام. يلا الحالة العاطفية للمجموعة الأولى. تسلميلي يا هديل. عن القوس، احنا بنقول القوس النهاردة هو يتقال، وقلتي بداله برج تاني ليه؟ مع ان التصويت كان لصالح الحمل. بصي يا اسراء، هو فعلا حصل، قلت الحوت بدل الحمل، بس رجعت قلت الحمل، وبعد ما قلت الحمل الصفحة اتقفلت، والفيديو ده انا مسحته، يعني انا مسحته بنفسي لان كنت خايفة تكون الصفحة اتقفلت بعد، يعني بسببه هو، ان انا قلت حاجة غلط في الستريم ده فعملت له ديليت، انا شلته، بس انا قلت والله يا حبيبتي، بس ان شاء الله هعيد قريته تاني ولا يهمكوا خالص. يا حبيبتي يا شيماء تسلمين، مساء الفل يا سعاد. لو خدتوا بالكم رجعت لكروتي القديمه تاني بشحن الجديده. يلا بينا الحاله العاطفيه للمجموعه الاولى برج القوس. اوكي طيب انا ليه حاسه ان الطاقه عندكم في الحاله العاطفيه مش حلوه يا قوس؟ بصوا، واضح انه في اختيار فعلا، الشريك القوس، قصدي القوس عايز يحسم اختيار، شكله بيختار بين شخصين ومحتار بينهم، او ان هو محتاج يرتبط بشريكه اكتر، يعني حاسس ان هو مش مرتبط بيه كفاية. ما اعرفش، هو حاسس ان العلاقة مش ناجحة قوي، حاسس ان هو مش حاسس بامان قوي. طلع كارت الشمس، يعني فهو عنده نقص في الامان او نقص في السعادة، عنده نقص في حاجة. شايف شريكه ازاي؟ شايف شريكه بيحبه، يعني هو عارف ان هو بيحبه، طب ايه الموضوع؟ شايفه شخص رومانسي، شايفه ان هو شخص رومانسي، يمكن هو رومانسي بس مبقاش رومانسي معاك، ولا ايه الموضوع؟ الطاقة فيها جرح، فيها قلب حزين، فيها حزن. الشريك بقى عايز ايه؟ الشريك عايز يبعد عن المشاكل ويروح مكان هادي، يعني واضح انه ممكن تكون طاقتك الايام دي سلبية شوية، فهو محتاج يبعد عن الطاقة السلبية دي ويروح مكان بعيد. عايز ايه كمان؟ عايز زي ما تقولوا حد كبير يحكم بينكو، يعني يقول ايه مين غلطان ومين مش غلطان.
شايفك انت ازاي، ازاي شايفه حظ، يعني هو شايف ان هو بيمده بالحظ، وبيمده بال يعني زي ما تقولوا بيتفائل بيه، لما بيبقى معاه اموره بتتسهل، فمين وشه حلو عليه، شايفين شايف ان هو وشه حلو عليه. اللي بيحصل الشهر ده في قلة مواجهة، يعني في حاجات لازم تتواجه وتتقال لكن ما بتتقالش، ما فيش مواجهة بتحصل. هتبتدي تخشوا في مرحلة جديدة شوية، ممكن تكون مرحلة أحسن، مرحلة أحسن شوية، بس فيها برضو عزلة. يعني أنا شايفة أن القوس منعزل وقاعد لوحده وقاعد يفكر، يعني رأيي يا جماعة، طب احنا حطينا ايدنا عن مشكلة، طب انت يا قوس شايف ان شريكك بيحبك، لو القراية زي ما انا شايفة كده ان القراية ماشية صح، انت شايف ان شريكك بيحبك وانك انت وشك حلو عليه وكل الحاجات الحلوة دي، ايه سبب الحيرة اللي انت فيها او الاختيار اللي انت فيه، او ان انت حاسس ان هو مش مرتبط بيك كفاية، وان العلاقة مش ناجحة وانت مش سعيد، حاسس انت مش سعيد كفاية، العزلة وانك انت يعني تبعد وتنعزل لوحدك وتنفصل عن شريكك حتى وجدانيا، يعني حتى بمجرد تفكير ده، انا مش شايف ان هو قرار صح. انا شايف انه لو عايز تقرب قرب، بس قرب، انا مش شايفه مشكلة ان انت تقرب وتعبر عن مشاعرك وتعبر عن اللي جواك، وشريكك هيسمعك لانه بيحبك، يعني السيمبل از ذات، بالبساطة دي بالظبط كده، هو بيحبك فهيسمعك وبس. وشيكك مش عايز مشاكل دلوقتي يا قوس، يعني هو مش حابب مشاكل دلوقتي، هو حابب يكون في هدوء شوية، لان طبعا هو عنده اكيد حاجات بره كتير يعني قايمة بالواجب معاه، ومش شايف ان هو يعني في سبب يخليك تكون متضايق منه بالطريقة دي، فمش عايز مشاكل. وانا صراحة اعذره في حاجة زي دي، طالما ما فيش مشكلة اساسية، يعني انتوا قادرة طبعا اكيد في تفاصيل جوه انا مش عارفاها، بس ده الصورة العامة، الصورة العامة شريكك بيحبك، شريكك مش عايز يعمل مشاكل معاك، وعايز تعدوا الفترة دي وتروحوا بر امان، فياريت العزلة وعدم امان، طيب ياريت تعدوها بقى مع بعض كده، ايديكوا في ايدين بعض، شبكوا ايديكوا كده وعدوا، روحوا بر الامان مع بعض بهدوء كده، لان ما فيش اي داعي للي انتوا عاملينه ده. طب كويس جدا يا عبير، حلو، حلو جدا، خلاص يبقى زي ما قلت لكم، بليز امسكوا ايدين بعد كده وعدوا كده الناحيه الثانيه بالراحه. والمواجهه مش شرط تكون المواجهه فيها يعني عنف، انتوا محتاجين تواجهوا، انت محتاج تطلع اللي جواك بس، فطلعه وارتاح، يعني قول اللي جواك وارتاح. الاسد اتقال صحيح يا لولا، احنا قلنا برج الاسد. بشكرك يا رؤى، خليكي حظ معكوس. جونينا، انا قلت المرحله الاولى دلوقتي، شفت الحظ عنده حلو قوي القوس المرحله الاولى، هنشوف دلوقتي المرحله الثانيه اخبارها ايه. انك صح قوي، بشكرك يا اسيل، مش مهتم بيك، هي دي المشكله. حلوه قوي يا ام ادهم، وصلنا للمشكله الاساسيه. طيب مش مهتم، هل هو مهتم بحد تاني ولا هو مش مهتم لان هو عنده حاجات تعباء اصلا اوريدي، ضغوط حياه ومسؤوليات وشويه حاجات كده، فابتدى اهتمامه يقل من عندك شويه. لو دي الحاله معلش يعني استحملي شويه، يعني عدي شويه، اعذري، التمثيل والعذر، وبطريقه ظريفه كده، يعني ما مين هيديني اهتمام غيرك، محتاجه شويه اهتمام، يعني انا عارفه مقدره ان انت عندك حاجات ومشغول وعندك شغل والحاجات دي كلها، بس انا برضو ليا يعني اكيد انا من ضمن الحاجات اللي انت المفروض تهتم بيها، فعايزه بس شويه اهتمام. الموضوع بسيط خالص والله، مش محتاج العزله، يعني مش محتاجه عزله خالص يا حبيبتي، وانا بموت فيك يا جنينه، كلمك صح. بشكرك يا هدى، العذراء قريب حبيبتي، حاضر حبيبتي يا شقاوة اسكندرية. على فكرة كلامك صح جدا، بسبب البعد الإهمال وعدم الاهتمام. فهمت، بسيطة قوي يا جماعة، والله بسيطة. مين عامل حاجات بتعيط؟ لا بليز، أنا عايزة قلوب ولايكس. تم استهلاك المتاح، خلصنا الإنترنت. طيب نخش بقى على المجموعة الثانية، القراءة العامة لبرج القوس الجميل اللي مش متسرع.
يا اختي. وات القوس هنا في ارتباط ماشي واتفاق نحو المستقبل مع شخص. خلوا بالكوا القوس مش كله بيمشي عليكوا. القراءة دي شكلها قراءة ولادي، فالبنات بس تريحوا شوية وانا هقول لكم بقى رأيتكم انتوا بعدين ايه. بالنسبة لكم انتوا انتوا هنا في اتفاق مع شخص، مع شريك نحو المستقبل. حد هيجي ويتكلم وخلاص عايز ايه ارتباط رسمي. الناس المتجوزين برضو قاعدة مع الشريك وبتتكلموا وبتظبطوا حاجة نحو المستقبل، بترسموا مستقبلكم مع بعض، هتعملوا خطوات نحو المستقبل او على الاقل اتفاق يعني. بالنسبة للولاد بقى فهو ارتبط بشخص بس هو مع شخص تاني، بس في شخص تاني والموضوع هيتعرف فهيزعل. لا هيزعل لان الطرف اللي اتخدع او هما اكيد الاتنين اتخدعوا هيزعل وهيجيب ناس تزعل. بص هتبقى عامل ازاي؟ زعلان وهتضطر تبعد تبعد فراق، تحس بخسارة شديدة شديدة، تقريبا هتخسر الاثنين. يا قوس لو انا لحقتك قبل ما تعمل حاجة زي دي وقف اللي انت بتعمله ده. انت بترتبط بشخص او بتوعد شخص بحاجة نحو المستقبل وانت اوريدي مع شخص تاني في علاقة ثلاثية. خلاص تعالوا بقى نكمل القراية عادي بقى انها ايه تبقى اولاد وبنات. البنات احتفال احتفال، هتحتفلوا بحاجة شكلها شكلها خطوبة، الشخص اللي هيتعرفوا عليه ده او هيتفقوا وهتفقوا معاهم على حاجة ان شاء الله في احتفال. لو انتم متزوجين برضو بتحتفلوا بحاجة، يمكن حاجة خبر حلو هتسمعوا، الحاجات اللي بتفرح دي، بس عيد ميلاد عيد جواز عمرة حاجة من الحاجات اللي بتفرح.